السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيتكم اليوم خواتاتي بوصفة جديدة دائما توالم بزاف فصل الصيف، اللي هي لوبيا ماشطو بالبصل والطماطيش بلمستي الخاصة. تابعوا معايا طريقة التحضير، وهو طبق صدقوني لذيذ جدا وخفيف بزاف، ويحمر لكم الوجه إذا جاكم ضيف. لان هنا نحكم لا كوكوت نتاعي، ندير شويه زيت وشويه مارغرين، ندير اللحم نتاعي يتقلى يتحمر. لان انا هنا استعملت اللحم تاع العجل، تقدروا ديروا ثاني اللحم تاع الغنمي، كل واحد على حساب لي بريفيرونس نتاعو. ونخلي لهنا اللحم قلنا يتحمر. هنا بعد ما تخلي اللحم تاعي، نضيف البصل شرائح طويلة هكدا، نزيد نخلل نتخلى معاه، بالنسبة للتوابل هنا نستعمل الملح. قلت لك حل كل مكان كيف الطب. هنا نذكر الأخوات بلي الصن لازم فريمون يتخلص مليح، باش ينهد البنة نتاعو، يعني ماشي غير تخلو غير شوية وتحبسو، راه لازم الشغل تقريبا يولي كاراميليزي. هناك تغسل مليح هداك الصن نتاعي ونطلق هاديك الريحة نتاعو ما شاء الله. غادي نضيف هدا طماطيش مقطعة مربعات ماشي محلية، نزيد لها شويه ثوم شي بزاف، صافي نديرهم بعد مع الماشطو باغا فيها صوتي بالثوم. هنا نص مغيفة تاع طماطيش مصبرة، يحبها شوية حارة، إذا فيها مغيفة تاع هريسة أنا صدام عن بوندي. فوالا نخليه يتقلى كل شيء، ونملق حتى يطيب، نخليه الحم يطيب. نغلق دركا بالما سخون البيض الكوكي، نغطي مليح. هنا ما بيد الحمرة ويطيب، نحكم الماشطو نتاعي نقسمها على زوج بالموس، نشلها نقطعها نديرها تغلي في الماء. لهنا انا ما عنديش اليوم الوقت، اللي عنده الوقت من الاحسن يفورها تجي احسن. هنا السر تاع لوبيا مشطو، بزاف الناس يقول لك ما نحبوهاش، اننا جينا صامطه، واننا نسوطيوها نديرو هنا مقله فيها شويه زبده وشويه زيت، ونخليوها تتحمر في هذيك الزويته والزبده. نضيفو لها بيان سور الملح في الكحل، ولازم ضروري نضيفو لها الثوم، ونخليوها تتقلى مليح مليح حتى تحسوا بلي يعني بدات تحمر قبل ما نعاودو نرجعوها في لاصوص. هنا بعد ما طاب اللحم وناغيد في لاصوص، يعني ما نخلوش لاصوص بزاف، عاودوا نرجعوا اللوبيا الماشطو بعد ما كنا صوتيناها في الزبده والزيت مع الثوم،
ونخليوها تتكتك بيان على نار قليلة حتى تشرب كامل هذيك المريقة هذيك. وهنا اخواتي اللمسة الأخيرة اللي راح تعطي لهذا الطبق يعني نكهة خاصة في التقديم، واننا نحكم شرائح تاع الطوماطيش، نديروا لها الملح فلفل كحل وشويه ثوم، ونعاودوا نقليوها شويه في الزيت، ندبلوها يعني برك يعني كمان ندبلوها، وراح نزينوا بها طبق من فوق. اذا شاهدوا معايا هذه طريقه يعني تمد لهذا الطبق يعني نكهه خاصه، ورجعوا لي الخبر بعد في التعليق. هذا هو احبابتي طبق لوبيا مشطوب باللحم وبصل وطماطيش، صدقوني طبق سهل تحضير وبنين بزاف، سيرتو كي خليناه يتجمر فوق النار. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتنال اعجابكم، وترجعوا لي الخبر في التعليقات، وبيان سور تشاركوا الفيديو نتاعي مع الاصدقاء، واذا كنتم جدد في القناه تشتركوا وتعاونونا بلي لايك. شهيتكم بالصحة والهنا حبيباتي، رمضانكم بالصحة والهنا، صحة فطوركم، ونتفارقوا بلا ذنوب. بقوا على خير.